ونفهم ان الثوره ما ابتدتش شباب نزل الشباب. الثوره لا، هي زي ما كان بيتقال الثوره ليها تاريخ يعود الى تاسيس اللجنه الشعبيه لدعم الانتفاضه. واللجنه الشعبيه لدعم الانتفاضه برضو في جيل يمكن ما عصرهاش، كانت ابتدت تستعيد الشارع تاني بعد ما فقدوا جيل السبعينات يمكن على نص الثمانينات في تحركات الطبقه الوسطى في الاحياء وما الى ذلك. وبعد ما فقد جيل السبعينات التحركات الاحياء وكده، فضلت الحركه العماليه شويه لغايه يمكن اوائل التسعينات، وبعدين فقدنا الحركه العماليه الاضرابات الكبرى لغايه المحله. ولكن اللي فتح الباب تاني كانت اللجنه الشعبيه لدعم الانتفاضه. وانتزعت نزول الشارع وعملت كذا حاجه. واحد، اول حركه او اول جبهه متحده من خلطبيطه كده سياسيه تبتدي تلعب مثلا في الاعلام البديل. كان زمان في وقتها بنشتغل بالايميل جروبس، بعد كده بيبقى تويتر وفيسبوك ومش عارف، بس ده اللي بدا الموضوع انك انت تكون تظهر في الاعلام ده وتبتدي تشتغل لوحدك. اول من فتره اول حاجه تطلع تبتدي تعرف ازاي تتعامل مع الاعلام، اعلام الاقمار الصناعيه العربي، جزيره في وقتها لعبت دور مهم، والحركه كانت فاهمه كانت عارفه ازاي تبسط حاجه للجزيره وهكذا. وتطورت هذه اللجنه الى ان اصبحت حركه كفايه، ثم فتحت الباب من الضغط الشعبي فخرجت الحركه العماليه النقابيه اللي بقت الظهير الاساسي للثوره. وقبل الثوره بسنه عندك حركه البرادعي، يعني الموضوع ما جاش كده كما يظن البعض، لا، الموضوع له تاريخ ويطول شرحه.